بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء، وإنما يقبضه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا في دين الله عز وجل فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رفع العلم وقبضه، ويبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العلم لا يرفع بقبضه من قلوب العلماء، وإنما يرفع بغياب العلماء. إذا غاب العلماء عن هذه الأرض فإن السرج والمصابيح التي كانت تنير للناس طريقهم إلى الله قد انطفأت، ولذلك يتخبط الناس خبط عشواء فلا يعرفون لما هم فيه من المحن مخرجا، ولا يعرفون طريقا يسلكونه يوصلهم إلى الله عز وجل، فيتبعون قول كل ناعق من يسار أو يمين أو شمال أو جنوب، يتبعون كل ناعق بسبب جهلهم بدين الله عز وجل، ويحسبون أن هؤلاء الدعاة إنما هم دعاة إلى الله عز وجل، وإنما كثير من الدعاة إنما هم دعاة إلى نار جهنم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط خطا مستقيما واحدا، ومن حوله خطوطا معوجة، وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الطرق المعوجة كثيرة، وأنه يقف على كل طريق وسبيل منها شيطان من شياطين الإنس والجن، يزخرفون للناس القول ويصدونهم عن سبيل الله ويبغونها عوجا. وهؤلاء يخلعون على أنفسهم ألقاب العلماء، ويلبسون ملابس العلماء، وهم خداعون لهذه الأمة، وإنما هؤلاء المكرة يريدون انحراف الناس عن دين الله عز وجل. وأنه بسبب الجهل كانت هناك أرض خصبة لزراعة هذه البدع،
وهذه المعاصي وهذه المنكرات باسم الدين. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، وبين أن الضلال إنما يأتي عندما يأتي هؤلاء، يتخذ الناس رؤوسا جهالا أي قادة لهم وأئمة وأساتذة ومشايخ، يتخذونهم رؤوسا وهم جهال، فيسألونهم في دين الله عز وجل فيضلونهم بالإفتاء بغير علم، ويضلون غيرهم بالإفتاء بغير علم، فينتشر الضلال ويقل الهدى في عباد الله وعلى الأرض، بسبب أن الله سبحانه وتعالى قبض العلم ليس انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء، وإنما بغياب العلماء. فنجد أن هنا أزمة كبيرة ومحنة عظيمة، وهي غياب العلماء الربانيين، العلماء بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، العلماء الأتقياء الأنقياء. وهذا يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق الأمة، بأنها لا بد أن تجد وأن تجتهد في تعليم أبنائها ما أنزل الله عز وجل به من الشرع الحنيف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه بهذا العلم يستطيعون هؤلاء أن يخرجوا من محنتهم، ويستطيعون كذلك أن يتصدروا الأمم، وأن يكونوا في الريادة والقيادة إذا كانوا عالمين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعالم ينبغي أن يكون عاملا أيضا، لأنه إن لم يكن عاملا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عالما. ولذلك لما قيل للإمام سهل ابن عبد الله التستري يا عالم، قال إنما العالم الذي يخشى الله. وقال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء أشد الناس خشية لله عز وجل، ولذلك هم أسرع الناس إلى طاعة الله وإلى عبادة الله وإلى ترك المعصية وإلى الدعوة إلى الله عز وجل وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما علموه عن الله عز وجل، ولما علموا ما عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك من الثواب أو من العقاب، ولذلك هم أخوف الناس من الله عز وجل. وهذا الخوف يدفعهم إلى فعل الطاعات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولذلك وجدنا أن أخوف الناس من الله عز وجل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس فقال: والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأشدكم لله خشية، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أخوف الناس من الله، لأنه كان أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. فكلما ازداد الإنسان بالله علما ازداد لله عز وجل خشية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله بالدعاء، أي خرجتم إلى الطرقات تجأرون إلى الله بالدعاء. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا يدل على أن العلماء وأهل العلم وطلبة العلم هم أخشى الناس لله عز وجل، وهم أقرب الناس إلى الله عز وجل، شرط أن يكون هذا علما صحيحا. والعلم الصحيح هو العلم المقترن بالعمل الذي يبنى على العلم الذي تعلموه، لأنه إذا لم يورث علمهم خشية وورث جرأة على الله عز وجل وأوقع في المعاصي والسيئات، فإنه لا يكون علما البتة،
فالعلم هو الذي يدفع إلى الخشية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له وأشدكم لله خشية. فبنيت التقوى وبنيت الخشية على العلم بالله عز وجل، وعلى العلم بما أنزل الله، وعلى العلم بما عند الله عز وجل من الثواب والعقاب. وهذا يبين حاجة الناس إلى التعلم الذي بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلته، كما بين الله سبحانه وتعالى منزلة العلم والتعلم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء العلماء هم أفاضل الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مثله ومثل العلماء، أن مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومثل العلماء: هؤلاء كالقمر ينير للناس طريقهم إلى الله عز وجل في الظلمات. في دياجير الظلمة إذا كان القمر بدرا فإن الناس يرون طريقهم ويبصرونه، وكذلك أهل العلم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أعظم المعاصي الجهل بالله سبحانه وتعالى، والجهل بطاعة الله عز وجل، والجهل بأوامر الله عز وجل هي من أعظم المعاصي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي أنه من لم يرد به خيرا لا يفقه في دين الله عز وجل. فالخير كل الخير في الفقه بدين الله عز وجل، والشر كل الشر في الفقه بدين الله سبحانه وتعالى، في ترك الفقه بدين الله أو في الجهل بدين الله سبحانه. وقالوا قديما: ما عصي الله عز وجل بمعصية شر من الجهل. وقالوا: وأشر منها الجهل بالجهل. يعني ما عصي الله عز وجل بمعصية شر من الجهل، يعني أن تكون جاهلا فأنت عاصيا، وهذه معصية كبيرة لأنها يترتب عليها معاص كثيرة. وشر منها الجهل بالجهل، أي أن تكون جاهلا وتجهل أنك جاهلا، وبذلك تحرم نفسك من سبل العلم ومن السؤال في دين الله عز وجل، وتدعي أنك عالما فتفتي نفسك وتفتي غيرك فتعيش حياة الضلال، ويعيش غيرك بسببك حياة الضلال. ولذلك كان الجهل المركب هذا من شر أنواع المعاصي. والأحمق هو الذي يظن أنه عالما وهو جاهل. ولذلك قالوا: الناس أربعة: رجل يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك ناس فذكر. رجل يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم فاسألوه. ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك ناس فذكروه. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك جاهل فعلموه. ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذلك أحمق فامقتوه. لأنه هذا لا يتعلم، وإنما يغلق على نفسه أبواب العلم. وهؤلاء العلماء إنما رفعهم الله عز وجل فوق الناس درجات، ذلك أولا بما حملوا في قلوبهم من العلم الشريف النافع المنزل من عند الله عز وجل، والأمر الثاني ما عملوا به من طاعة الله عز وجل بناء على العلم الصحيح المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر الثالث الدعوة الإصلاحية التي قادوها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإصلاح المجتمع، ومساعدة هؤلاء للخروج من محنتهم التي عاشوها في غياب عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي الذين آمنوا يرفعهم الله عز وجل درجات، والذين أوتوا العلم يرفعهم درجات فوق الدرجات، أي فوق درجات الذين آمنوا. وذلك لما لحق بهم من الشرف،
لأن شرف العلم من شرف المعلوم، والمعلوم من العلم النافع، العلم المستقى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المعلوم هنا هو الله سبحانه وتعالى، وما أرسل الله عز وجل من الرسل، وما أنزل من الكتب، وما جعل الله عز وجل من القدر، وما خلق الله من المخلوقات كالجن والملائكة، وما جعل الله في الآخرة من الجنة والنار والصراط والسؤال وغير ذلك. فالمعلوم هنا يدور حول الله عز وجل، ويدور حول معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة ما عند الله، ومعرفة ما أمر الله عز وجل به. فهذا أشرف العلوم، وإنما لحقهم شرف عظيم جعلهم الله عز وجل به شهودا على أعظم قضية في الوجود، وهي قضية توحيد الله عز وجل. فقال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهد الله عز وجل بنفسه على قضية التوحيد، على أنه واحد أحد فرد صمد، ثم أشهد الملائكة على ذلك، ثم أشهد أهل العلم. ويكفيهم شرفا وفضلا أن يكونوا شهداء على هذه القضية العظيمة، وهذا فيه تعديل للعلماء، إذ أن الشهادة لا تقبل من فاسق ولا فاجر. وهذا يدل على أن علماء الأمة كلهم عدول، لأنهم قاموا بحق الله عز وجل، وقاموا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العالم يفوق العابد بمسافات كبيرة، مع أن العابد يكثر من العبادة بالليل والنهار، ويكثر من الذكر وغيره، إلا أن العالم يفوقه بكثير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي. فانظر كيف رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلة العالم إلى منزلة النبوة، وحط من منزلة العابد، مع أنه لا يخلو من علم يتعبد به، إلا أن العلماء فاقوا العباد بمسافات كثيرة، لأنهم أكثر الناس معرفة بالله، ومعرفة بما يرضي الله، ومعرفة بما يسخط الله، ويعرفون متى يدخلون على الله عز وجل، متى يدخلون على الله عز وجل، ومتى يحصلون الأجور العظيمة من الله سبحانه وتعالى. فهم أولياء الله عز وجل وأحباؤه، فهم أولياء الله عز وجل وأحباؤه، وهم الذابين عن دين الله عز وجل في كل عصر من العصور، وهم المنيرين للناس الطريق إلى الله عز وجل، وهم المعبدين للطرق، معبدين للطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يحمون هؤلاء من ذئاب الجن والإنس أن تقترب منهم وأن تختطفهم. فإن ذئاب الجن والإنس تختطف الناس من على الطريق، ولذلك وقف هؤلاء العلماء على جانبي الطريق في حماية لأبناء هذه الأمة من أن تختطفهم ذئاب الإنس والجن، حتى يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى في عناية من هؤلاء العلماء الربانيين الذين بذلوا في كل عصر ومصر ما أوتوا من قوة، وما كان في وسعهم، بذلوا الوسع والطاقة في تذليل العقبات، في تذليل العقبات لهذه الأمة، وفي إرشادها، وفي بيان الحق لها، وفي بيان كذلك ما ينبغي لهم أن يتركوه وأن يحيدوا عنه وأن يجعلوه خلفهم ظهريا. فأقاموا شرع الله عز وجل ودينه، وعظموا ما عظم الله عز وجل من الحرمات والشعائر، وكذلك عباد الله نبهوا على كل ما يخالف أمر الله عز وجل. ولذلك كانت كل الكائنات في هذه الحياة الدنيا تعرف قدر هؤلاء العلماء،
كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته وأهل سماواته وأرضه حتى النمل في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. هذه الكائنات حتى السمك في البحر وحتى النمل في جحرها حتى الحشرات ليصلون على معلم الناس الخير، أي يدعون لمعلم الناس الخير لما حل في الأرض من البركة بسبب الدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم ومحاربة الجهل ومحاربة البدع والمعاصي. كل ذلك جعل البركة تحل في البلاد وعلى العباد، وحتى استفاد منها الحيوانات والحشرات والأسماك في البحار، فكانوا يصلون على معلم الناس الخير. وهذا فضل عظيم لهذا العالم الرباني القائم بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله، كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: تعلموا العلم قبل أن يرفع، رفعه موت رواته، وأن أحدا لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. تعلموا العلم قبل أن يرفع، رفعه ليس قبضه من قلوب العلماء، وإنما رفعه موت رواته، أي موت العلماء. فإذا مات العلماء انتشر الضلال وانتشرت البدع وانتشرت المعاصي بغير أي نوع من الإنكار أو الدعوة إلى الإصلاح، وكل ذلك يعم به الفساد في الأرض. ولذلك قال: موته رفع رواته، وإن موت رواته، وإنما العلم وإن أحدا لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. العلم أن نسعى إلى أن نتعلم، والإنسان قابل لهذا التعلم، أي أنه يستطيع أن يتحول من حالة الجهل إلى حالة العلم إذا ما سأل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قتلوه قتلهم الله، إنما دواء العي السؤال. وذلك أن رجلا شج في رأسه فسأل أصحابه، ثم أجنب فسأل أصحابه: هل لي من عذر أن يأتيمم؟ فقالوا: لا، فأمروه أن يغتسل، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا؟ إنما دواء العي السؤال، أي دواء الجاهل السؤال. لو أنهم سألوا أهل العلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم، لو أنهم سألوه لأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتيمم، ولكنهم بسبب أنهم جهلوا هذه المسألة أفتوه بأن يغتسل، فدخل الماء في رأسه فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قتلوه قتلهم الله، إنما قتله الجهل، وقتلهم هم أيضا الجهل، لأنهم لما جهلوا هذه المسألة قتلوا هذا الرجل بغير عمد، وإنما بإرادة الخير. ولذلك نقول: ليس كل مريد للخير يبلغه، وإنما للخير طريق ينبغي أن نسلكه، وأن هذا الطريق ينبغي أن نكون فيه على بصيرة، كما قال النبي، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فليس كل إنسان يحمل راية يظن أنه يحمل راية الإسلام ثم أنه يتكلم بجهل فيبعد الناس عن مقاصد الشريعة وعما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام ويتسمون بأسماء المسلمين، ربما يحاربون الشريعة، أو أن تكون هوية البلد إسلامية، أو أن يكتب في الدستور هوية هذا البلد. وهؤلاء لا يقصدون، كثير منهم لا يقصد محاربة الإسلام، وإنما بسبب الجهل الذي يعانيه والتربية التي ترباها على غير شرع دين الله الذي أنزله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلق عنده بسبب الجهل حالة عدائية بينما يحب هو، فربما في قلبه يحب الدين ويحب الله ويحب الرسول ويحب ما أنزل الله، لكن بجهله يعادي ما يحب، يعادي الشريعة
التي هي خلاصه في الحياة الدنيا، والتي هي سبب نجاته في الحياة الدنيا، والتي سبب نجاته في الآخرة. ولذلك تبصير الناس أهم الأمور، أن نبصر الناس بما ينفعهم، وأن نحثهم على ما ينفعهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وذلك إنما يبنى على علم. لا بد عباد الله من تعليم أبنائنا. وانظر إلى هذه النصيحة من معاذ رضي الله عنه وهو ينصح هذه الأمة، يقول: تعلموا العلم، فإن في تعلمه لله خشية، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على الدين، والصبر على البأساء والضراء. به يبلغ العبد منازل الأبرار، به يبلغ العبد منازل الأبرار والدرجات العلى. والتفكير فيه يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام. به يعبد الله عز وجل، وبه يوحد، وبه يمجد، وبه يعرف الحلال والحرام، وبه توصل الأرحام. وهو إمام والعمل تابعه، وهو إمام والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. أي العلم هذا يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. نصيحة عظيمة من معاذ رضي الله عنه لهذه الأمة في أن يتعلموا العلم، ويبين فضائله الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ولذلك كان تعلم العلم قبل كل شيء، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام البخاري رحمه الله بدأ بالعلم قبل القول والعمل، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بقضية العلم قبل قضية العلم والعمل. وانظر عبد الله كم أثر العلم في الناس، وكم رفعهم من درجات، وكم رفعهم من درجات. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذا القرآن يرفع الله عز وجل به أقوام ويحط به آخرين. أي العلم بالقرآن يرفع الله عز وجل به أقواما ويحط به آخرين. فمن تعلمه رفعه الله عز وجل، ومن جهله حطه الله عز وجل. فإن النبي صلى الله فإن عمر رضي الله عنه لقي أحد عماله في الحج، أي أحد الأمراء على البلاد لقيه في الحج، فقال: من وليت على الناس؟ قال: وليت عليهم مولا لهم، أي ليس من أشرافهم، وإنما كان عبدا فأعتق. فقال: أتولي على الناس مولا لهم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه أعلمهم بكتاب الله، إنه أعلمهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويحط به آخرين. أي يرفع بهذا العلم أقواما ويحط به آخرين. فيبلغ العبد به منازل الأبرار والدرجات العلى، يبلغ به منازل الأبرار والدرجات العلى بتعلم هذا العلم الشريف النافع. ويتقدم العبد الناس ويدنو إليه. كان العالم قديما إذا اشتهر علمه كانت الملوك تتقرب منه، وتود أنه لو جالسهم، وكانوا لا يجالسون السلاطين ولا يدخلون عليهم، كانوا لا يجالسون السلاطين ولا يدخلون عليهم، ولا يأكلون من جراية السلطان، استقلالا بعلمهم عن السلطان، حتى يكونوا آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. هكذا أكان أثر العلماء في الناس، وأثر العلماء أيضا في البلاد والعباد، في رفع شأن الناس، في رفع شأن الناس وفي إصلاح الكون من حولهم، إنما يكون بهؤلاء العلماء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله،
فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من العلم والهدى كمثل أرض أصابها ماء، فكان منها أرض طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلا والزرع وأن منها أرضا كانت أجادب أمسكت الماء فشرب منه الناس وانتفعوا به، وأرض كانت قيعان ابتلعت الماء ولم تنبت كلأ ولا زرعا. فهذا مثل من قبل دين الله عز وجل وعمل به، ومثل من لم يلقي لذلك بالا. فهؤلاء المعرضين عن دين الله سبحانه وتعالى نزل عليهم أشرف العلم، وهو العلم والهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعرضوا عنه ولم يلقوا له بالا. فهؤلاء كهذه الأرض التي لم ينتفع الناس منها، وأما من تفع الناس منه فهذه الأرض التي قبلت هذا الماء ثم أنبتت الزرع وأنبتت الكلى، فالناس شربوا وأكلوا كذلك من هذه الأرض بهذه سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأرض الطيبة. ولما نزل القرآن والسنة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا هم الأرض الطيبة التي أنبتت الزرع والكلأ، والتي انتفع الناس من حولهم حتى بلغ الإسلام مبلغا عظيما على أيديهم. بلغ الإسلام في المشرق إلى الصين وفي المغرب إلى فرنسا وكل ذلك بسبب ما أسدوه لهذه الأمة من النصح وما بلغوه من العلم. فهؤلاء بلغوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بلغهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه، حتى بلغنا هذا العلم الشريف النافع كابرا عن كابر، غير مصحف ولا محرف كالكتب السابقة التي حرفها أصحابها، ولكن كتابنا وصل إلينا غير محرف ولا مصحف، وإنما كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبقي عباد الله أن نعمل بذلك، وأن نكون كما كان الأوائل خير لنا، أن نكون نحن خير لمن بعدنا، وكما أوصلوا لنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغير تحريف ولا تصحيف، ينبغي أن نبلغ نحن كذلك ما جاءنا من العلم والهدى إلى من بعدنا، وأن يصل ذلك بغير تحريف ولا تصحيف. ينبغي أن نقوم بواجب ذلك بالعمل في أنفسنا، باتباع أمر الله سبحانه وتعالى والتزام أوامره واجتناب نواهيه، وكذلك بالدعوة إلى الله عز وجل. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فينبغي أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، وينبغي أن تكون الأدلة واضحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هناك من يلوي أعناق النصوص لتوافق باطله، وذلك يشتري بدين الله عز وجل ثمنا قليلا، يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة، وهو زاهد في هذا الدين لأنه جاهل بهذا الدين، أو جاهل بالله، أو جاهل بما عند الله سبحانه وتعالى. ليس العلم عباد الله هو تحصيل العلوم من حفظ الكتب، وإنما العلم أن تتعلم المسألة فتعمل بها، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحفظ العشر آيات لا نتجاوزها حتى نحفظها ونعلمها ونعمل بها، حتى يعلم يعني مراد الله عز وجل منها، ويعمل بهذه العشر آيات ثم يتخطاها لغيرها. فهذا يدل على أنه لا بد من اقتران بالعمل في مع العلم، كما يقولون: والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم ينادي على العمل، إذا كان عندك علم فعلمك ينادي على العمل الموافق لهذا العلم. فإن أجابه، أي إن استجبت أنت وعملت بما تعرف وبما تدري وبما تعلمت
وإلا ارتحل العلم، وذلك لأن العلم قرين التقوى كما يقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. والتقوى هي فعل المأمور وترك المحذور، أي إذا لم يكن عاملا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تاركا ما حرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا سيؤدي إلى حرمان العلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت لوكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي، ونور الله لا يهدى لعاصي. مع شرف الإمام الشافعي رحمه الله ومع امتثاله لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه يكون في حق الأشراف العظماء بعض الأشياء الهنات التي لو فعلناها نحن لكانت طاعة، ولكنها في حقهم معصية إذا قصر في طاعة من الطاعات، أو ربما في سنة من السنن يعد نفسه مقصرا، وكذلك يعاتب نفسه ويلومها على شيء ربما يكون من المستحبات وليس من الفرائض والواجبات. وأنه لما حرم الحفظ، وكان الإمام الشافعي إذا قرأ حفظ، حتى أنه كان يجعل كمه على الصفحة المقابلة حتى لا يحفظ الكلام مع بعضه من شدة حفظه رحمه الله. فلما وجد عناء في الحفظ شكى لشيخه فقال: شكوت لوكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في أن نكون من العلماء الربانيين أو طلبة العلم المجيدين، وأن يجعل أبناءنا من خلفنا كذلك، وأن يجعل في أمتنا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعلم الناس الكتاب والسنة، ويجنبهم البدع والمعصية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله أن يقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ونسأله أن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرق جمعهم وأن يشتت شملهم، وأن يجعل كيدهم في نحرهم، وأن يدمرهم الله تدميرا، وأن يلعنهم لعنا كبيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل من أراد بنا وبالإسلام وبالبلاد خيرا، أن يوفقه الله عز وجل، وأن يعينه وأن يسدده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمر كل من أرادنا والإسلام والبلاد بشر، وأن يجعل تدميره تدبيره، وأن يشغله الله سبحانه وتعالى بنفسه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.